الإنفاق العالمي على التسلح يزداد مع توسع رقعة التوترات الجيوسياسية، وروسيا تخسر موقعها كثاني أكبر مصدر الأسلحة لصالح فرنسا، والهند تصبح المستورد الأكبر، وواردات أوروبا تتضاعف بسبب هذه الحرب في أوكرانيا، وبايدن يعلن عن زيادة ضئيلة في ميزانية الدفاع الأمريكي رغم تحديات الطلب الكبير، ومع تشابك صعود الاقتصاد أو هذا الاقتصاد لبعض الدول مع محاولات تعزيز النفوذ على الساحة الدولية، تتزايد مبيعات الأسلحة وتتداخل التحالفات السياسية في توجيه مسار سباق التسلح حول العالم. مرحبا بكم إلى الرابط. إذن الحروب والتوترات الجيوسياسية لم تزد حجم الإنفاق العسكري من الناتج المحلي فحسب، بل زادت مبيعات وتصدير الأسلحة حول العالم، وعن ذلك نتساءل إلى أين يتجه سباق التسلح في العالم في ظل توترات جيوسياسية في مناطق مختلفة، وكيف يسهم تصدير الأسلحة في أداء اقتصادات الدول، وما دور التقارب السياسي بين الأطراف في تعزيز مبيعات هذه الأسلحة؟ إذن مبيعات بمليارات الدولارات تساهم باقتصادات الدول المصنعة وترسم تحالفات استراتيجية على الساحة الدولية تؤثر أحيانا في بوصلة سباق التسلح، سباق يتوازى مع التنافس الجيوسياسي بين الدول الكبرى في ظل تصاعد الدعوات لعالم أكثر تعددية في الأقطاب. نتابع التفاصيل. حرب في أوكرانيا وأخرى في الشرق الأوسط، وتوترات متزايدة في البحار والمضايق، عالم أضحى مليء بالصراعات والحروب، وعليه تتغير خارطة بيع وشراء الأسلحة وفقاً لمعهد ستوكهولم للأبحاث. على عرش الصدارة لا تزال تتربع الولايات المتحدة كأكبر مصدر عالمي، وترتفع حصتها من إجمالي صادرات الأسلحة العالمية من 34 إلى 42%، وفي السنوات الخمس الأخيرة زودت واشنطن 107 دول بالمعدات العسكرية، وهو أكبر رقم على الإطلاق. بعد الولايات المتحدة أصبحت فرنسا ثاني أكبر مصدر رئيسي للأسلحة عالميا خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، لتتفوق بذلك لأول مرة على روسيا وريث الاتحاد السوفيتي السابق، والصين المنافس الصاعد بقوة على ساحة الاقتصاد والسياسة الدولية. في أوروبا تبدو الأرقام ملفتة، ففي الفترة بين 2019 و 2023 ضاعفت الدول الأوروبية وارداتها من الأسلحة بشكل حاد مقارنة بالفترة بين 2014 و 2018، وتفوز الولايات المتحدة بحصة الأسد فيما يخص الصادرات نحو أوروبا بواقع 55%. ومع اشتعال الجبهة الأوكرانية تأتي أوكرانيا كأكبر مستورد أوروبي للأسلحة منذ بدء الغزو الروسي في 2022، ومع انشغالها بحربها في أوكرانيا يتراجع الدور الروسي بحسب التقرير في إمداد الأسلحة للدول الأخرى. ففي آخر خمس سنوات انخفضت الصادرات الروسية بنسبة 53% مقارنة بالسنوات الخمس التي تسبقها، ويرجع بعض الخبراء هذا التراجع لتأثير العقوبات التي تفرضها الدول الغربية وواشنطن على روسيا. ففي عام 2023 تقلص عدد الدول التي تستقبل الواردات الروسية من الأسلحة إلى 12 دولة مقارنة ب 31 دولة في 2019 وفق معهد ستوكهولم. وفي صدارة قائمة أكبر المستوردين للأسلحة في العالم تأتي الهند، التي أصبحت أكبر مستفيد من صادرات الأسلحة الفرنسية بنحو 30%، تليها السعودية وقطر وأوكرانيا وباكستان على الترتيب كأكبر مستورد الأسلحة في العالم.
وقبل البدء بنقاش هذه الليلة أذكركم بسؤالي الرابط: إلى أين يتجه سباق التسلح في العالم في ظل التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة؟ كذلك نتساءل كيف يسهم تصدير الأسلحة في أداء اقتصادات الدول، وما دور التقارب السياسي بين أطراف بعينها في تعزيز مبيعات الأسلحة؟ هذا ما أطرحه على ضيوف الكرام في حلقة هذا المساء. أرحب بالجميع. ضيفي الأول من نيو دلهي الدكتور إذن أوبامانيوباس، وهو أستاذ العلوم السياسية في معهد مناف راتشنا الدولي للبحوث والدراسات. مرحبا بك. من مونبلييه إذا بفرنسا السيد جان فانسد بريست، وهو الباحث في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية بالمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية. أهلا بك. من واشنطن السيد داكوتا وود، وهو المسؤول السابق بالبنتاغون. من ستوكهولم الدكتور ماثيو جورج، وهو مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي للأبحاث للسلام. أرحب بالجميع وأبدأ نقاشي مع ضيفي من ستوكهولم. أسألك دكتور ماثيو فيما يتعلق الآن بهذه الحرب المستمرة في الأراضي الأوكرانية، البعض يرى بأنها نقطة تحول فيما يتعلق بالإنفاق العسكري، فيما يتعلق بميزانية الدفاع بالتحديد في الدول الأوروبية، البعض يرى بأنه الآن في هذه المرحلة نتحدث ربما عن سباق تسلح محتدم لم تشهده هذه الدول والعالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، إن كان على مستوى التسلح التقليدي وحتى النووي. بحسب الأرقام لديكم، ما مدى دقة ذلك بأنه نتحدث عن مستويات مرتفعة مخيفة بالنسبة للبعض فيما يتعلق بسباق التسلح؟ أعتقد أن ما يحدث في أوروبا هو زيادة كبيرة في الإنفاق العسكري وكذلك في مقدار ما يشترى من أسلحة. هذا نتيجة منذ البدء بالعام 2014 عندما ضمت روسيا جزيرة القرم. إذن لا أقول بأن ذلك نتيجة مباشرة للهجوم الروسي على أوكرانيا الذي بدأ في العام 2022، بل هنالك بدء لهذا الأمر منذ العام 2014. يعني تعرفون بأن عادة التعاقد على الأسلحة يتم في وقت ما ثم يتم التوريد في بعد سنوات من هذا الأمر. طبعا هذه البرامج ممكن أن تتغير، ممكن أن تزيد، والسيناريوهات الاقتصادية في هذه البلدان قد تتغير. فحتى طبعا قد نراها بأنها مرتبطة بحرب معينة، ولكن هنالك الكثير من المشتريات الوطنية والمشتريات الدولية للأسلحة من هذه الدول من خلال برامج تسلح. طيب إذا سأل ضيفي من مونبلييه سيد جون فينسنت فيما يتعلق بفرنسا، الأرقام تقول بأن فرنسا أصبحت ثاني مصدر رئيسي للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الخمس الماضية، وبذلك تفوقت يعني ربما على روسيا على سبيل المثال. لماذا التوجه الفرنسي فيما يتعلق بالتركيز على الصناعات الدفاعية؟ إلى أي حد مرتبط بالمخاطر، وإلى أي حد مرتبط ربما بالعوائد والأرباح التي تجنيها فرنسا؟ إن فرنسا كانت بشكل تقليدي مصدرا كبيرا للترسانات مع سنوات الكبرى، عندما كانت تصدر مقاتلات ميراج في مختلف أنحاء العالم. ولكن الآن نحن نرى أن فرنسا لا تعتبر طرفا مرتبطا بشكل مباشر مع كل من الولايات المتحدة ولا مع روسيا، ولكننا طبعا نرى هذه التغييرات فيما يتعلق بالعلاقات مع الولايات المتحدة التي تتعمق. فلذلك الكثير من الدول عادة ما تفضل استيراد الأسلحة الفرنسية لعدم التوقف على كل من روسيا والولايات المتحدة، وأن تكون بشكل متزن فيما يتعلق بالحصول على الأسلحة. فهذا أيضا من المميزات المثيرة للاهتمام والقدرات التنافسية لفرنسا، وهذا أيضا يرجع من أيام الحرب الباردة.
طيب حضرتك تتحدث عن القدرات التنافسية للجانب الأوروبي ولفرنسا بالتحديد، البعض يرى بأنه صادرات يعني فرنسا كثاني مصدر رئيسي للعالم في الأسلحة الآن، طبعا هو جاء في مصلحة فرنسا، ولكن فرنسا يرى البعض بأنها تعثرت في مرحلة من المراحل للترويج ولبيع منتجاتها العسكرية، طائرات رافال على سبيل المثال في الداخل الأوروبي، والآن أصبح هناك يعني أسواق مختلفة في ظل ارتفاع وزيادة المخاطر في العالم. هل هذا أحد أسباب تأخر فرنسا لأن تعتلي هذا المركز الثاني في العالم؟ بما أننا نتحدث عن مقاتلة رافال على سبيل المثال، فهذا أولوية جديدة، ولكن هناك نجاحات متزنة، وليس فقط دوليا ولكن على مستوى الاتحاد الأوروبي، حيث الكثير من الدول الأوروبية للأسف الشديد اختاروا مقاتلة F-35 الأمريكية، ولكن تصدير مقاتلات رافال إلى خارج الاتحاد الأوروبي كان نقطة من نقاط السياسات التصديرية للدولة الفرنسية في مجال الترسانة، ولكن هناك تنافس بين فرنسا والولايات المتحدة، حيث طبعا هناك مفاوضات مع الدول الأوروبية وأيضا مع الدول التي لا تشعر بالارتباط والصلات الوثيقة مع الولايات المتحدة، والتي تفضل الحصول على مقاتلات رافال الفرنسية، وهم أيضا يرون التوقف عن الصناعات الحربية الأمريكية. طيب إذا كنا نتحدث عن هذا التنافس، ماذا عن ربما موقف نيو دلهي والهند والتسلح؟ أسأل الدكتور أوبامانياي فيما يتعلق بهذه الصادرات. الآن صادرات الهند أصبحت، أو الهند أصبحت في هذه المرحلة أكبر مستورد للأسلحة في العالم، نتحدث عن زيادة الواردات من 4.7% من 2019 حتى 2023، مقارنة بنفس هذه الفترة من عام 2014 حتى 2018 زيادة ب 4.7%. لماذا كل هذه الأسلحة؟ لماذا تستورد الهند هذه الأسلحة؟ عن أي مخاطر تركز يعني في هذه المصلحة؟ هل لها علاقة بالصين؟ لها علاقة بالتوترات في بحر الصين، في بحر يعني الصين الجنوبي؟ أين المخاطر؟ أولا شكرا على استضافتي، دائما من دواعي سروري أن أكون معكم. الجواب واضح في كما ذكرت تماما، بالتأكيد هذا أمر يتعلق بالسياسة الدولية، لا نستطيع أن نختار جيراننا، فالصين المشكلة، فالهند تعرفين بأنها تقع على حدود الصين، وأصبحت الهند أكبر مستورد للأسلحة، هذا صحيح، ولكن إذا فكرت بالفروقات التي بين الهند والصين، الصين لديها أسلحة أكثر بكثير، إجمالي ما تنفق الصين إذا نظرت إلى أي أرقام واردة من مراكز البحوث، فستجدين بأن الرقم الذي تستورد به الهند أقل بكثير مما تستورده الصين. الهند مثلا لديها إنفاق بمقدار 72 مليار دولار، وهو أقل بحوالي الثلث مما تنفق الصين، إذن حتى أو حتى يشكل الثلث فقط مما تنفق الصين على الأسلحة. وهنالك مثلا بالنسبة لميزانيتنا الدفاعية في الهند، هي الهدف منها هو تطوير ما لدينا من صناعات دفاعية، تعرفين بأن الصين ما تزال متفوقة جدا علينا، علينا أن نكون محذرين جدا، فنحن في نيودلهي الآن حذرون جدا مما يحدث في بحر جنوب الصين. وإذا طرحت علي هذا السؤال من منظور البحث، أقول بأنه يجب أن نكون متأنين فيما يمكن أن يحدث في منطقتنا، ودائما الصين لا تقول لك الأرقام الصحيحة. طيب بالتوازي مع كل ذلك، سأعود لنقطة الصين بعد قليل، ولكن بالتوازي مع كل هذه المخاطر، أسأل من واشنطن سيد داكوتا وود، ميزانية الدفاع الأمريكية تابعنا زيادة ضئيلة من هذه الميزانية، البعض يعني يقول قد يؤثر ذلك على تعثر ترسانة الجيش أو التزامات الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا هذه الزيادة الضئيلة؟ وهل بالفعل سنرى تأثر على ربما الدعم الأمريكي على سبيل المثال أوكرانيا؟
في معظم الدول السياسة الداخلية دائما تهيمن على باقي الاعتبارات. في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هنالك جدل كبير بين الحزبين الكبيرين الديمقراطي والجمهوري، بين المحافظين والليبراليين، بشأن مدى كبر الميزانية الدفاعية وكيف يجب أن تصرف. إذن لدينا مقدار كبير من الدين، 44 تريليون دولار، وطبعا ذلك يثير الكثير من الجدل الداخلي بشأن هذا الدين الكبير، ويؤثر على ما تنفق الولايات المتحدة الأمريكية أو على موازنتها بالنسبة لشراء الأسلحة أو إنتاج الأسلحة. ستكون ميزانيتها للسنة القادمة أقل ب1% وليس أكثر. فطبعا ذكرت أيضا موضوع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، هنالك أيضا الكثير من الالتزامات الأمريكية التي نقدم من خلال ذخيرة تحديدا لأوكرانيا، وبدرجة يعني قد تكون قد أفرغت الكثير من المخازن لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وهنالك المبيعات، الأسلحة التي تقوم بها صناعة الدفاعية الأمريكية هي أمر جيد. إذن هنالك الجانب المحلي المركزي وهنالك الدعم الخارجي، عناصر كلها تتداخل مع بعضها البعض، والتزاماتنا تجاه حلفائنا الذين يريدون أن يكون هنالك دعم لقدراتهم العسكرية من قبلنا. دكتور ماثيو، يعني مع اختلاف الأولويات داخل الولايات المتحدة الأمريكية بين الأولويات الداخلية والأولويات الخارجية، ومع اقتراب يعني أيضا الانتخابات الأمريكية نوفمبر المقبل، يرى البعض بأنه يجب عدم التعويل على الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمسألة الإنفاق العسكري والدفاع عن أوكرانيا بالتحديد. أنتم من خلال أرقامكم كيف تنظرون إلى التزام الولايات المتحدة الأمريكية في ظل أيضا مخاوف أوروبية بأن تنسحب أو تقلص الولايات المتحدة من هذه الالتزامات؟ هل بحسب الأرقام لديكم بدأ يظهر ذلك على ربما الأرض في أوكرانيا، على تحركات الجيش الأوكراني الذي يعني يستلم كل هذه المساعدات من الغرب؟ هذا سؤال معقد للغاية يبحثه كل الأوروبيون اليوم. أوكرانيا لوحدها لديها تأثير كبير على ما تصدر الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا نظرنا إلى ما صدرته الولايات المتحدة الأمريكية، فتستجدين بأن غالبية الصادرات من الولايات المتحدة الأمريكية ذهبت إليها، أكثر يعني حوالي 17% من إجمالي الصادرات الأمريكية ذهبت إلى أوكرانيا. ولكن كقارة أوروبا تعتمد كثيرا على التكنولوجيا من الولايات المتحدة الأمريكية، وليس سهلا على أوروبا ولا على الولايات المتحدة الأمريكية أن تقرران فجأة بأنهما سيتوقفان. وطبعا هنالك الكثير من الاتفاقات التي وقع عليها الطرفان، ويجب الإيفاء بالالتزامات الواردة فيها. هذه العلاقات تتجاوز مجرد القيمة التعاقدية أو قيمة الصفقات فيما بينهما. هنالك التحالف وهنالك الكثير من المفاضلات والمبادلات الواجب أن تتم بين الطرفين. هذا فيما يتعلق بالجانب الأوكراني، الجانب الأمريكي والأوروبي. لو ذهبنا إلى الجانب الآخر نيودلهي، وكنت حضرتك دكتور أوبامانيو قد تحدث عن العلاقة مع الصين، يعني نعلم بأنه صحيح هناك توتر، صحيح هناك تنافس، ولكن الهند الآن قوة اقتصادية كبرى، الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وبالتالي البعض يعني يرى بأنه فكرة التصادم وجها لوجه أي عسكريا بين الهند والصين مستبعدة، وبالتالي كيف توظف الهند هذه النسب المرتفعة من التسليح في الفترة المقبلة؟ هل هي لتسليح جماعات بعيدة تستغل ضد الصين؟ هل هي فقط من أجل الاستعداد العسكري؟ كيف ننظر إلى الصراع مع الصين؟
هذا سؤال مثير للاهتمام، أود أن أجيبك عنه أولا في العموميات قبل أن أتطرق إلى بعض التفاصيل. بالتأكيد لا يمكن أن يكون هنالك قوة بجانبك، قوة كبرى، من دون أن تكون جاهزا سواء من المنظور الاقتصادي أو من المنظور الدفاعي. هكذا أي عالم يجب أن ينظر بشكل واقعي إلى جواره. طبعا من يعيشون في الهند هم من الواقعيين، ينظرون إلى الصين، ما من مجال للمقارنة مع الصين كما ذكرت سابقا. والميزانيات تتحدث عن نفسها، هنالك فرق كبير. فبشكل واقعي نقول بأننا نحن إذا أردنا أن نصل حتى إلى نصف الميزانية الدفاعية التي تخصصها الصين، فعلينا أن نزيد كثيرا مما نستورده من أسلحة. إذن نحن لسنا في وضع المنافسة، بل في وضع أن نكون جاهزين للتعامل مع وضع ما، ولكن نكون بشكل واقعي خلال العشر سنوات القادمة سنرى الكثير من الواردات للصناعات الدفاعية. إذن يتغير الوضع، ولكن جزء من هذا القصة هنالك بحر الصين الجنوبي. ليس لدينا مثلا الآن مشاكل مع الصين، ولكن هنالك توترات وصراعات موجودة وهي تتراكم يوما بعد يوم في جوارنا. ومن هنا أقول هذه هي الحقيقة، وهذا هو واقع الحال الذي يفكر به السياسيون وكذلك أي شخص في موقع السلطة، وهو موضوع عدوانية الصين ربما إذا ما أردت التعامل مع الهند. لهذا بلد كالهند يجب أن ينفق مقدارا كبيرا من ميزانته على الدفاع. هل سنستخدمها؟ هذا متروك طبعا للمستقبل. طيب استأنف هذا النقاش مع حضراتكم، ولكن بعدما أتوقف عند هذا الفاصل الأول في هذه الحلقة من الرابط، ثم نعود لما تبقى لدينا من محاور هامة. كيف تتوزع خريطة أكبر المستوردين للأسلحة في العالم بإذن هذا التقرير بحسب معهد ستوكهولم للأبحاث؟ نتابع لو تكرمتم. بعدما استعرضنا هذه الأرقام نعود إلى استئناف النقاش. أسأل من مونبلييه سيد جان فينسيت، أسألك على تصريحات الرئيس ترامب الأخير، الرئيس السابق ترامب، قد يكون هو الرئيس بنوفمبر المقبل، ننتظر التفاصيل. قال بأنه وتحدث عن رفع الحماية عن أوروبا في حال عدم رفع انفاقها العسكري بالناتو إلى 2%. هذه مسألة كان قد أثارها الرئيس ترامب عندما كان في سدة الحكم. هذه الدول كثير منها الجانب الأوروبي رفع نسبة مشاركته أكثر من 2% بعد هذه الحرب في أوكرانيا، ولكن لم تلتزم جميع الدول. ولكن السؤال، هل هناك خشية حقيقية من الدول الأوروبية على أن تفقد أي حماية من الناتو أو حماية أمريكية إذا عاد ترامب إلى سدة الرئاسة؟
طبعا هناك عدد من الدول الأوروبية التي تشعر بهذا القلق وتشعر بإمكانية خذلانها من قبل الولايات المتحدة في حال وصول ترامب إلى سدة الحكم، فإن تلك هي الدول التي كانت ينتقدها ترامب عندما كان رئيسا في الولايات المتحدة سابقا، لأن يدور الحديث عن الدول التي لا تلتزم بدفع حصة 2% وفقا لميزانية دول الناتو الدفاعية. فلذلك هذه التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب المترشح فإنها ترمي إلى إقناع هذه الدول بما في ذلك الدول الأوروبية بضرورة الالتزام بهذه الحصة للدفع للميزانية لحلف الناتو. هنا أسأل من واشنطن سيد داكوتا، يعني هل هذه التصريحات لترامب هي جزء من الحديث عن تصريحات مشابهة في حملته الانتخابية، أم هي تأكيد على نهجه السابق، أم ربما سنرى التزام الولايات المتحدة الأمريكية بالتزامها بعدم التراجع عن دورها حيال حلفائها مثل الأوروبيين؟ بأي اتجاه يعني يتجه شكل العلاقة إذا عاد ترامب؟ عادة يصعب أن تحدد هل دونالد ترامب يتحدث ما يؤمن به حقا أو ما يعتقد أنه يفيده في حملته الانتخابية وحصوله على الأصوات من الداعمين. هذا هو الحال مع الكثير من السياسيين الذين من أجل أن ينتخبوا بحاجة للأصوات، وبالتالي يقدمون سياسات تكون ملائمة لما يرغب الناس بسماعه، ولكن عندما يصلون مثلا إلى المكتب البيضاوي يكون تصرفهم ربما مختلف عما كانوا يقولونه أثناء الحملة الانتخابية. الكثير من الرؤساء الأمريكيين قالوا بأن أمريكا ستخرج من العراق، سنغير التركيز عن أوروبا ونريد أن يكون أكثر مواجهة للصين، ولكن عندما يصلوا إلى سدة الرئاسة يجدون بأن هنالك اعتبارات أمنية، التزامات مع الحلفاء ومصالح مختلفة تجعلهم يتراجعون عن ما ذكروه أثناء الانتخابات. إذن في دورة الانتخابات الأمريكية سيقول ترامب كثيرا، ويقول بأنه لن يتابع دعم أوكرانيا والأوروبيون عليهم أن يقوموا بما هو أكثر، ولكن إذا ما انتخب فسيجد مثلا بأن روسيا ربما ستستولي على أوكرانيا، مما سيغضب باقي الحلفاء الأمريكيين، حلفاء أمريكا في القارة الأوروبية، وبالتالي قد يتراجع عن هكذا أفعال. إذن أقول بأن البيانات الانتخابية تؤخذ بالحسبان، ولكنها ليست تنبؤا بالضرورة لما ستفعله الولايات المتحدة. أسأل من نيودلهي سيد أوبامانيو فيما يتعلق ب يعني المخاوف من عودة ترامب إلى سدة الرئاسة، بالتالي ربما تراجع عن التزاماته تجاه الدول الحلفاء في الناتو مثل الجانب الأوروبي. نذكر عندما عاد ترامب إلى أو كان ترامب انتخب في الولايات المتحدة الأمريكية تراجع عن مؤتمر باريس المناخ عن التزامات الولايات المتحدة، انسحب من مجموعة من الاتفاقيات على سبيل المثال الاتفاق النووي الإيراني، الآن يهدد الناتو قبل أن يعود إليه الدول الأوروبية. هل ذلك يشكل عبء على شكل العلاقة الهندية الأمريكية في مرحلة لاحقة فيما يتعلق بمستقبل التسليح، فيما يتعلق بمستقبل يعني تمكين الهند في مرحلة لاحقة؟ هذا أيضا سؤال عبرت عنه ببراعة. لابد من القول بأنه فيما يتعلق بخيارات السياسة الخارجية معظم ما نراه حتى وإن كان ترامب يعني ورأينا له تاريخا من العلاقات مثلا بين ترامب ورئيس الوزراء مودي، أقول ليس الأمر بائسا جدا، ولكن ربما هنالك بعض المبالغة في هذه اللحظة من الزمن هنا مع الصراع الموجود في أوروبا، وهنالك التصعيد الموجود في الجانب الشرقي، وهنالك أزمات اقتصادية تحدث في الجنوب الشرقي. لدينا أيضا موضوع مركزية الصين عليها الكثير من إشارات الاستفهام، فذلك يؤثر على إجمالي موضوع الاستقرار في العالم بدءا من أوروبا.
إذن هذا نقاش كبير يتعلق بالعلاقات الهندية الأمريكية من مناظير متعددة. هنالك إرث تتشارك الهند والولايات المتحدة الأمريكية، ربما غير متسق أو أحيانا غير عقلاني. إذا كان لي أن أقول بأن كان هنالك خيارات سياسة خارجية قام بها ترامب ممكن أن أصفها بالغير عقلانية سابقا، قد يكون ربما يعود إلى بعض هذه الأفعال، ولكن لا أرى مشكلة مع الهند. أذهب لستوكهولم لأسألك دكتور ماثيو، في ظل الحديث والتكهنات عن مستقبل العلاقة العسكرية بين الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي والتي تقود بطبيعة الحال إلى التسليح، البعض يرى بأنه قد يكون العالم الجانب الأوروبي بالتحديد يتجه نحو تحول رئيسي في الاستراتيجية الدفاعية لأوروبا. لا نتحدث هنا عن المزيد من الإنفاق العسكري لأنه شاهدناه عندما بدأت هذه الحرب في أوكرانيا، ولا على المزيد من الميزانيات والتسليح، نتحدث عن ربما ذهاب الاتحاد الأوروبي لأبعد من ذلك، سيناريو قديم جديد، الحديث عن جيش أوروبي خاص ربما بقيادة فرنسا أو بقيادة حتى يعني بريطانيا، وبالتالي المزيد من التسليح التقليدي والنووي. هل هذا مطروح على الطاولة عندما تقومون بكل دراساتكم فيما يتعلق بالسلام والأمن والتسليح في العالم؟ دراساتنا بشكل أساس تنظر في سباق التسلح الموجود، من يبيع الأسلحة ومن هم المتلقين. من الجانب الأوروبي وهنالك نقاشات بشأن الجيش الأوروبي، هنالك طبعا الكثير من النقاشات من دون قرار نهائي بهذا الأمر، ولكن ليس من السهل أن تقول بأننا نريد أن نكون مستقلين عن الدفاع الأمريكي. فالبيانات التي نشرناها تبين بأن إجمالي 55% من واردات الأسلحة الأوروبية تأتي من الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا رقم ارتفع من 35% في العام 2000 أو قبل العام 2014. إذن ليس الأمر بالسهولة التي يتحدث عنها البعض. علينا أن نتذكر أنه من ناحية أخرى للأمور، أوروبا هي جزء من سلسلة التوريد للكثير من الأسلحة الأمريكية، فمن هنا أقول بأنه يعني يتحدث عن الكثير من البرامج التي لا يمكن الرجوع عنها، وليست من مصلحة أوروبا أن تفكر بإيقافها أو بتغيير وجهتها. هنالك أيضا فرنسا وألمانيا الذين يوردان لأوروبا، ولكن الآن أقول هي تشكل فقط 6.5% ما يأتينا مثلا. إذا قبل أن تنتقل أوروبا إلى هذا الشكل الذي تحدثت عنه، هي بحاجة لوقت طويل قبل أن تفعل ذلك، وهذا طبعا يتجاوز الحملة الانتخابية الحالية في الولايات المتحدة. قبل أن أذهب إلى الفاصل من مونبلييه، أسألك سيد جان فينسنت، تحدثنا في البداية على أن فرنسا الآن هي ثاني مصدر رئيسي للأسلحة في العالم، هل هذا يدفعها قدما لأن تقود ربما جيش أوروبي إذا كان هناك ضغط أمريكي على أن تقوم هذه الدول بالمزيد من الالتزامات تحت مظلة الناتو، أو حتى التزامات على الأرض مباشرة مع أوكرانيا؟ سيكون هناك استقلالية، لطالما ماكرون طالب باستقلالية عن الجانب الأوروبي، عن الجانب الأمريكي. أنا دائما كنت مستغرب، فأنا كنت ضابطا عسكريا، فأنا استغرب عندما أستمع إلى أساس الذين يتحدثون عن تشكيل جيش أوروبي، وهم ينسون أنهم من المستحيل تشكيل الجيش الأوروبي بما أنه ليس هناك سياسات خارجية موحدة في صفوف الاتحاد الأوروبي. فهناك مشكلة الكثير من الانقسامات في هذا المجال، ولكن بما أن هذه المسائل التي محلها فنحن لسنا قادرين على تشكيل القوات المسلحة المشتركة والموحدة، لأن الكثير من المسائل سوف يتم تحديدها من قبل القرارات المتعلقة بالسياسات الخارجية. ولكن من جانب آخر، بما أن هناك عدد من الدول الأوروبية التي أيضا قد تطمح إلى ذلك، فهذا قد يسمح لنا بتشكيل التحالف في عدد من المجالات العسكرية الدفاعية بما في ذلك
تصنيع الأسلحة بشكل موحد، ولكن كما قلت سابقا حتى لا تكون لدينا سياسة خارجية موحدة فإن هذه الفكرة وخطة تشكيل القوات المسلحة الأوروبية سوف يكون من الصعب جدا تطبيقها، لأن الدول الأوروبية سوف تضطر لتنسيق المواقف على مستويات الحكومات المختلفة، وهذا هو الأمر الذي يعقد هذه الفكرة والمخطوطات. واضح. ضيوف الكرام ابقوا معي، أتوقف عند هذا الفاصل الأخير في هذه الحلقة من الرابط، نستأنف ما تبقى لدينا من نقاش ومحاور هامة ولكن بعد قليل. قالت صحيفة وول ستريت جورنال أن روسيا فاجأت التقديرات الغربية بتسريع قدراتها في إنتاج الدبابات والصواريخ والقذائف، ما زاد الضغوط على أوكرانيا في ساحة المعركة. بهذا الصدد أضافت الصحيفة الأمريكية أن مسؤولين ومحللين غربيين شككوا في حقيقة هذه الأرقام المعلنة عن حجم الإنتاج العسكري الروسي، وأشاروا إلى تحديات مثل نقص العمالة وتراجع مستوى الجودة، وتوقع المسؤولين والمحللين ألا تستمر زيادة معدل إنتاج الدفاع الروسي لفترة طويلة بدعوى أنها تستنزف موارد اقتصاد البلاد. عن هذا الخبر أبدأ النقاش مع ضيفي من ستوكهولم دكتور ماثيو. الآن بدأت هذه الحرب يعني بشهر فبراير عامها الثالث، ما مدى دقة الحديث على أن روسيا غير قادرة على يعني التشكيك في قدرة روسيا على المزيد من الإنتاج، وما هي بدائل روسيا إن كانت هذه التوقعات صحيحة؟ من الذي سيمد روسيا بالذخيرة بالعتاد بالقطع، ربما القطع الأساسية من أجل تجميع الأسلحة داخل موسكو وروسيا؟ هذا أمر ننظر إليه في المعهد، من يمكن أن يقدم الأسلحة لروسيا، فهي تصنع الأسلحة وتستخدمها وتحاول أن تتأكد إلى أنها إلى حد ما يمكن أن يكون لديها ما يكفي لتستخدمه في أوكرانيا. ولكن رأينا تقارير عن موضوع الذخائر وأيضا بعض النقاط الهامة الأخرى أو العناصر اللازمة للتصنيع الأخرى لصناعة الأسلحة في روسيا. من أين تحصل على هذه القطع؟ بالنسبة للآن يمكن أن نقول بأن من خلال تقارير بأنها ربما تستوردها من كوريا الشمالية. طيب هذا فيما يتعلق بخيارات روسيا، ماذا عن الخيارات الأوروبية؟ أسأل سيد جان فينسنت. نعلم بأن أوروبا يعني تعهدت وزادت من تعهداتها فيما يتعلق باستمرار المساعدات العسكرية لأوروبا، البعض يرى بأن ذلك يعني يضع أوروبا في أزمة إنتاج للأسلحة الجديدة، ومخزون أوروبا ليس كافي لمد أوكرانيا لمدة طويلة إذا طال أمد هذه الحرب، ولا لكي تكتفي أوروبا بهذه الأسلحة. ما هي خيارات الجانب الأوروبي فيما يتعلق بالتسليح؟ أعتقد أن هناك مسألة كبرى، وهي تكمن في الفرق بين العقائد للدول الغربية وروسيا بشأن جودة المواد العسكرية المنتجة، وأيضا القدرات الحقيقية لإنتاج الأسلحة. فهناك الكثير من البيروقراطية، من العمليات البيروقراطية في الدول الغربية فيما يتعلق بإنتاج الأسلحة، الأمر الذي يؤدي إلى إبطاء وتيرة تطوير الأسلحة وإنتاجها بشكل واسع النطاق. ولكن في عدد كبير من الدول للاتحاد الأوروبي السابقة هناك بطبيعة الحال عدد من الإهمال من حيث جودة الذخائر للمدفع والأنواع الأخرى للأسلحة، الأمر الذي يسمح لموسكو بإنتاج حوالي 2 مليون ذخائر للمدفعية كل شهر، بما في ذلك بمساعدة عدد من الدول المتحالفة لروسيا. ولكن في الاتحاد الأوروبي بالرغم من أن لدينا قطاع صناعي أكثر تطور وتقدم بالمقارنة مع الشركات الروسية، ولكننا لن نقدر على إنتاج ما يكفي من الذخائر لأوكرانيا.
طيب لو انتقل بفكرة ثانية فيما يتعلق بالإنتاج العسكري، أسأل من نيودلهي الدكتور أوبامانيو، الآن ارتفاع الطلب العالمي على التسليح وتعزيز ربما يعني هذه الصناعة العسكرية بالمجمل، إن كان بأوكرانيا إن كان في المنطقة العربية بالصين في أي مكان، يسحب البساط من تحت أي قطاعات يفترض الدول أن تركز عليها لتنمية شعوبها؟ طبعا إذا كنا نعيش في عالم فيه سلام يمكن أن تستثمر في رفع الجوع، في البيئة، في تأمين الكهرباء. مثلا إذا نظرت إلى بلد كالهند، ما زال 70% من البلد يعتمد كمصدر رئيسي في دخله على الزراعة. ولكن حقيقة الأمور في هذا العالم هو أننا لا نستطيع أن نضع البيض كله في سلة واحدة، فالمشكلة تكمن بالجوار، تكمن بمثلا وجود جيران كالباكستان بالنسبة لنا أو حتى الصين، وأيضا موضوع تعامل الصين مع الباكستان ضدنا مثلا، هذا يمكن أن يؤثر طبعا على سياساتنا ويجعلنا غير قادرين على أن نختار سياسات النقد الاقتصادية الناجعة، بل أن نحول جزء من ميزانيتنا للشؤون الدفاعية. ولكن علينا أن ننوع، فمثلا كبلد مثل اليابان ابتعد كثيرا عن سياسات الدفاع لفترة زمنية طويلة. طبعا لقينا الجائحة خلال السنوات القليلة الماضية، فهذه ممكن أن يكون العدو هو جهة لا نراها، ولكن مع ذلك لديك خيارات صعبة يجب أن تقوم بها لتواجه الحقائق التي تعيش بجوارك مثلا. وبالتالي نحن نستخدم نأخذ الكثير من الموارد من القطاعات الأخرى، مثلا بلد كالهند كان يجب أن يوجه موارده إلى اتجاهات مختلفة. طيب إذن يعني الأولوية هي للأمن والاستتباب، وبالتالي الدول تركز على الإنفاق العسكري بغض النظر ربما على يعني أن كان يجب عليها أن تركز على الكثير من القطاعات. في ظل الحديث عن هذه المسألة أذهب لداكوتا أسألك، أو أذهب إلى واشنطن لأسألك سيد داكوتا، فيما يتعلق بالتنافس دائما بين الجانب الصيني والجانب الأمريكي. الأسبوع الماضي الصين أعلنت عن مخصصات ضخمة للإنفاق العسكري لتعزيز الترسانة الحربية، بالرغم نعلم بأنه يعني هناك تعثر نوعا ما في الاقتصاد الصيني. على الجانب الآخر كما ذكرتك في بداية هذه الحلقة، بايدن أعلن عن زيادة ضئيلة فيما يتعلق بالإنفاق العسكري. كيف ننظر إلى هذه المقارنة، وكيف تنظر واشنطن إلى المزيد من الدعم العسكري الصيني؟ أعتقد بأن السيد باسو من نيودلهي تحدث بشكل جيد عن هذا الموضوع. هنالك قطاعات مثلا عندما يكون لديك في جوارك مثلا كوريا الشمالية، والتي خضعت للكثير من العقوبات، ما ذلك أصبحت قوة نووية. نفس الأمر بالنسبة لإيران، بالرغم من كل العقوبات الموقعة عليها استطاعت أن تطور قدراتها. إذن بالنسبة للمنافسة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فطبعا هنالك ما يسميه بالمصالح الدولية وكيف يمكن متابعتها. مثلا الاقتصاد الروسي قد يكون في مشكلة، ومع ذلك يزيد من تصنيع الذخائر مثلا. هنالك دائما هذه المفاضلات، فنحن عندما نضع الميزانية الدفاعية، وكما ذكرت وذكرت بأننا لا نريد أن نزيد من ميزانيتنا الدفاعية بأكثر من 1%، وربما نخفضها أيضا، بينما الصين لديها أكثر من ذلك، ربما 7% بالنسبة للسنوات القادمة. فأيضا لأن الصين تريد أن توسع نفوذها وتريد أن تحتل مكان الولايات المتحدة الأمريكية في الكثير من المواقع مثل بحر جنوب الصين، وأيضا
هنالك الكثير من الصراعات في جوارها مثلا مع الهند وفي أماكن أخرى من العالم. فإذا الصين هي التي تقيم القيمة العسكرية الآن وتريد أن تتابع الاستثمار فيها، بينما دول كالولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا واليابان والهند لا تستطيع أن تتجاهل هذا الأمر. وطبعا ممكن أن تسحب بعض المصادر تمويل ربما الرعاية الصحية والزراعة وغيرها لتخصصها للإنفاق الدفاعي. أعتقد بأن هذا سلوك طبيعي، فعندما يكون هنالك سلام تنفق على الأمور الداخلية، ولكن عندما يكون هنالك أي تحديات على مستوى الأمن فيجب أن تحول جزء من موازناتها إلى الدفاع. طبعا الآن عندما تحتاج القوة العسكرية فيكون هنالك صعوبة في اتخاذ قرار، ولكن عليك أن تتخذه، وهذا ما نراه مثلا زيادة التسلح الصيني. إذا وصلنا إلى ختام هذا النقاش، شكرا على المشاركة جميعا. من واشنطن السيد داكوتا وود المسؤول السابق في البنتاغون أشكرك. من ستوكهولم الدكتور ماثيو جورج وهو مدير برنامج نقل الأسلحة في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، شكرا. من نيودلهي الدكتور أوبامانيو باسو وهو أستاذ العلوم السياسية في معهد مناف راتشنا الدولي للبحوث والدراسات، شكرا. من مونبلييه السيد جان فالسيت بريست وهو الباحث في قضايا الدفاع والعلاقات الدولية بالمعهد الفرنسي للشؤون الدولية والاستراتيجية، أشكرك. قبل الختام أعد وأذكركم بسؤالي الرابط: إلى أين يتجه سباق التسلح في العالم في ظل توترات جيوسياسية في مناطق مختلفة؟ كذلك تساءلنا كيف يسهم تصدير الأسلحة في أداء اقتصادات الدول وما دور التقارب السياسي بين الأطراف في تعزيز مبيعات هذه الأسلحة. إذن بعد صفات النقاش في ملف الليلة خلص الضيوف إلى التالي: تراكم التوترات الجيوسياسية سيزيد من اتجاه الدول لتعزيز الترسانة العسكرية حول العالم والقوى الاقتصادية لدول بعينها تدفعها لتعزيز تسليحها لحماية مصالحها في ظل التنافس الإقليمي. كذلك الطلب المتزايد على حجم الأسلحة يضغط على ميزانية الدول بشكل عام، وحرب أوكرانيا سبب فجوة في التصنيع العسكري في أوروبا، وصعود الصين بقوة في الفترة الأخيرة ساهم في سباق التسلح العالمي. وصلنا إلى الختام، أشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.